فيما يخص المحاكم التجارية بذاتها تدخل في إطار إنشائها، يدخل في إطار السياسة العامة للدولة الجزائرية التي جعلت من الاستثمار والتجارة استراتيجية أولية لبرنامج الدولة بصفة عامة. هذه المحاكم التجارية ستكون هي الواجهة الأولى لما يسمى بالاستقرار والأمن القانوني من حيث احترافيتها ومن حيث تكوين السادة الرؤساء الذين سيتولون رئاستها وتسييرها، وبالتالي سيبعث بالطمأنينة لدى التجار والمستثمرين.